للعام الثالث على التوالي وقف النجم الفلسطيني محمد عساف على مسرح دار الأوبرا المصرية وشارك بمهرجان الموسيقى العربية بأمسية خاصة كرم عبر العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بمناسبة مرور 40 عام على رحيله، والبداية من لحظة انطلاقه من أحد الفنادق المعروفة لدار الأوبرا، وكاميرا أغاني أغاني كانت بالطبع عم بترافقه. ما وحشناك يلي غايب عننا يلي ناسي حبنا، ما وحشناك. عساف غنى بحرفية كبيرة أبرز أغنيات عبد الحليم بطريقة مميزة وراقية أشعلت الأجواء وحازت على تصفيق الحاضرين. عساف اللي كان أطلق من عدة أشهر آخر ألبوماته حرص أيضاً على تأديد بعض الأغاني منه، الأمر اللي تحدث عنه لأغاني أغاني. شيء عظيم أنه أنا أكون بين أهلي وأحبتي وجمهوري في مصر الحبيبة والغالي علينا جميعاً، والكمان الجميل أنه في اليوم في الأوبرا في حفل الموسيقى العربية إن شاء الله، والبميز هاي المرة إن شاء الله رح يكون في حب العندليب وفي ذكرى الأربعين على رحيل العندليب. إن شاء الله رح أقدم مجموعة من أغاني العندليب إن شاء الله، ومجموعة أيضا من أغاني الخاصة. بتمنى إن شاء الله أنه نعمل جو من السعادة والفرح والانبساط إن شاء الله للجمهور، ونذكرهم بأغاني الراحل عبد الحليم، وإن شاء الله يعني الأغاني الخاصة فيه اللي أنا يعني عملتها مع بالبروفا مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يعقوب الأطرش. حجم الألبوم الجديد النهاردة؟ أكيد يعني راح يكون نص الحفل من ألبوم الجديد إن شاء الله. عساف اللي غنى قرابة الساعتين على المسرح بحفل تم وصفه بالرائع، عبر لنشرتنا عن فرحته بتحقيق حلمه عن جديد بالوقوف على مسرح الأوبرا المصري العريق، بالإضافة لرغبته بإحياء حفلات أخرى بمصر. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله على ثقة الجمهور في. أنا بتمنى إن شاء الله أنه ما يكونش فقط تواجدي كمان من خلال الأوبرا، إن شاء الله بتمنى يكون في حفلات أخرى على مستوى مصر صراحة، لأنه مهم أيضا بالنسبة إلي ولأي فنان عربي تكون له موطئ قدم زي ما بقوله في مصر. فإن شاء الله بتمنى أنه تكون فتحة خير إن شاء الله علي يا رب. رهان جديد حققه عساف على مسرح دار الأوبرا المصرية، وهو جمع الثقافتين الفلسطينية والمصرية تحت مظلة واحدة، عنوان الفن الأصيل اللي اختاره من أول بداية الفنية حتى اليوم.